ترى هناك تداخل بين الثقافات والأديان إلى آخره، وهذا كذب، بل مسألة التداخل هذه قديمة جدا، ولذلك أصل حتى مناظرات المسلمين مع أهل الباطل من باقي الأديان موجودة أكثر بكثير مما يحصل اليوم، والمناظرات والحوارات والجدل الذي كان يحصل بينهم قديم جدا، سواء بين المسلمين وأصحاب الأديان أو بين المسلمين وحتى الملاحدة، وهي قديمة جدا، بل كانت في السابق أكثر. فإيش الفرق أول عن اليوم يعني؟ ثم ما هذا الإله العجيب الذي يطالب به منصور الجهيلان وهو يتغير على حسب أهواء الناس؟ أنا أول مرة أشوف إله يتبع أهواء الناس، أول مرة أشوف إله تبع للحالة اللي عليها الناس، مو العكس، مو الناس يتبعون الإله، الإله هو الذي يتبع الناس والعياذ بالله. فلذلك هذا هو إله الهوى الذي يتشكل ويتغير على حسب أهواء الناس، كل يوم له شكل مثل الطين. ثم ما علاقة الرحمة في موضوع الأديان؟ وهل وجود الرحمة معناه نفي العذاب؟ هذا كلام ما يقول إلا أحمق. فاليوم أصلا الرحمة بحد ذاتها دون وجود أي عذاب عبارة عن مهزلة وعبارة عن ظلم وعبارة عن العذاب نفسه. فاليوم لو قلت لكم هناك دولة لا يوجد فيها عقوبات نهائيا، فستجد أن القاتل والمغتصب والسارق والفاسد كلهم عايشين أحلى عيشة، ما في أحد يعذبهم، ما في أحد يسجنهم، ما في أحد يعاقبهم. فبالله عليكم، هل هذه رحمة؟ بل هذه أم المهزلة. فضحك على الذقون يتكلم بكلام عاطفي، وهي مغالطة الاستدلال العاطفي، لا يتكلم بكلام عقلاني منطقي، نريد الرحمة لا نريد العذاب، لا نريد هذه الأمور. والمصيبة أن الرحمة بحد ذاتها لوحدها عبارة عن مهزلة وعذاب. وبما أنك تريد إله فقط للرحمة، فلماذا لم تطالب أيضا بدولة فقط للرحمة دون دولة عذاب؟ أنت اليوم تعيش في دولة فيها قانون كامل للجزاءات، العالم كله يعيش بدول فيها قانون كامل للجزاءات يعني للعقوبات، فلماذا لم تفتح فمك؟ المفروض تبدأ بالأقل ثم الأعلى، مو تروح للأعلى على طول. لذلك أبناء دياناتي عليهم أن يعيدوا تشكيل أنفسهم وأن يتواكبوا مع هذه المشكلة وأن يحلوها. واجهت اليهودية في فترة مبكرة، وواجهت جهة المسيحية مع ما في فترة الإصلاح وما بعدها ومع الإصلاح المضاد، ونحن المسلمون كأصغر الديانات الثلاث استيقظنا على الأزمة التي نعيشها، ما زلنا الآن نحاول أن نجد البصيص. لاحظوا التلاعب بالكلمات، يجب علينا الآن أن نحل هذه المشكلة وأن نتواكب مع العصر. كيف؟ بأن نتحول نحن من ديننا وننسلخ من ديننا على أهوائه هو وعلى أفكاره هو. طيب تعال نعكس الموضوع، انت مو تقول ما تبي مشاكل، يلا تعال اليوم نخلي كلنا نصير مسلمين ونحل المشاكل، بس نعيش حبايب ما عندنا مشكله. يعني ليش تبي نصير حبايب ان نعيش نفس ثقافتك انت؟ ليش نصير حبايب اذا سلخنا نحن من ديننا؟ ليش ما تصير انت حلو وتصير حبيبة مع ربعك وتنسلخون من ثقافتكم الواطيه هذه وتصير مسلم؟ لا ما يصير، نيرا تجبر الناس على ثقافه معينه، لكن سبحان الله اجبار المسلمين على ثقافتك انت يعتبر تطور، اجبار الناس على ثقافه المسلمين يعتبر تخلف، استهبال وتلاعب بالعاطفة. المطلوب من هذا الكلام كما أن اليهود حرفوا دينهم وتلاعبوا به والنصارى حرفوا دينهم وتلاعبوا به، يجب عليكم يا مسلمون اليوم أن تحرفوا دينكم كما حرفوا. طيب ما الذريعة لذلك؟ أنتم أصغر الديانات، لاحظوا ها، فتكون تابع، مع أن هذا الشخص نفس هذا الشخص دائما كان ينبح ويتكلم ويقول لا نريد من الناس أن تكون تبعا للباقي، يجب أن يكون الإنسان حرا بأفكاره، لكن سبحان الله لما يشوف غيره يناقض أهواءه ويناقض أفكاره لازم تكون تبع وعبد للآخرين بحجة أنك الأصغر، فالأصغر يتبع الأكبر. شوف الذلة، شوف جلد الذات كيف يكون. ليس هناك مع الأسف الشديد أم على وجه الأرض اليوم يقتل بعضها بعضا في المساجد وفي أماكن عبادة للمسلمين. طبعا المثل المعروف كيف عرفت انها كذبة، يقولك من كبرها. انا ما راح اتكلم عن هذه الكذبة لكني سأرد عليه بمنطقه. المغالطة التي يقعون بها دائما عمدا هو النظر للجزئيات والتغافل، بل التحامر، يكون مثل الحمار مع الكليات. فاليوم هو عنده مشكلة عظيمة مع قتل الناس في المساجد، اوه هذه مشكلة عظيمة جدا، لكن قتل اهل الدول واحتلالها بالكامل مثل ما حصل في فلسطين إلى يومنا هذا أكثر من 60 سنة احتلال وقتل وتدمير، مثل الأهبل نايم. قتل أهل العراق مثل ما حصل في بريطانيا وأمريكا معهم إلى يومنا هذا، مثل الأهبل نايم. احتلال أفغانستان وتدميرها، مثل الأهبل نايم. احتلال دولة الهنود الحمر من أمريكا ومن أستراليا إلى يومنا هذا، والهنود الحمر ما زالوا موجودين ولم يرجع لهم حقهم، وهو ما زال مثل الأهبل نايم. فإذا أنت كانت مشكلتك فقط القتل في المساجد وما عندك مشكلة في قتل الكل وقتل الدول، ما عندنا مشكلة، حاضر تبين نقتل الكل عشان ترضى، حاضرين ما عندنا مشكلة. فمن يتباكى على الأقل ويصمت مثل الأهبل على الأكثر، اعلم أنه ذو عقلية ازدواجية، وهذه العقلية لا يمتلكها إلا الأهبل. فمثلا مشكلة عميقة ليست مع نوال السحاوي، ليست مع نصر حامد أبو زيد، ليست مع عبد الله القاسمي،
وليست مع غازي القصيبي وليست مع أولئك المفكرين الذين كلما توفوا أو أفضل واحد منهم إلى ربه بدأنا نعطيها شقنا ومرحوم له. الآن هو مشكلته توزيع الصكوك كما يدعي، ولأبين لكم أنه كذاب. هل رأيتموه ينتقد من وزع صكوك الجنة لأحبابه؟ يعني عندما يموت ماتت السعداوي مثلا أو مات أحد الملاحدة هؤلاء، وقال أحدهم الله يرحمه في الجنة نتلاقى R.I.P. Rest in peace. ها سمعتوه يتكلم؟ ما سمعتوه يتكلم. طيب هو وزع لهم صكوك الجنة، وزع لهم صكوك المغفرة، وزع لهم صكوك الراحة، ما يفتح فم نهائيا. مو أنت قبل قليل وزعت صكوك الجنة للجميع وقلت نريد إله للرحمة فقط لا نريد إله للغضب، على كيفك وعلى مزاجك جعلت الإله على أهوائك، ما عندك مشكلة. وعندما تقول رأيك في أحدهم أنه في الجنة أو في النار، قامت عند الغارية وصار ما شاء الله الآن يغار على الإله. كيف يتكلم باسم الإله؟ من أنت لتتحدث باسم الإله؟ هل عندك صكوك الجنة؟ هل عندك صكوك النار؟ مع أنه هو قبل شوي وزع صكوك الجنة عليهم كلهم، وزعها عليهم كلهم. فهذه أيضا ازدواجية أخرى وكاذبة انتبهوا منها. يضع علة هو أصلا يناقضها، هو علة اللي عارضها أنه ما يصير نوزع صكوك الجنة والنار، لكن هو ما عنده مشكلة بتوزيع صكوك الجنة على من يحب، وما عنده مشكلة بتوزيع صكوك النار على من يكره، ما عنده مشكلة. ولذلك لن يفتحوا فمهم نهائيا على من يحب ومن يكره إذا كان صك الآخرة كما يهون. شخص يحبه وزعت صك الجنة ما شاء الله عليك والله إنك حبيب، شخص يكرهه وزعت صك النار ما شاء الله عليك والله إنك تفهم، لكن شخص يحبه توزع على صكوك النار لا أنت الآن إرهابي، شخص يبغضه توزع على صكوك الجنة أنت أيضا إرهابي. في المسألة انتقائية هم لا رحمة الله سبقت غضبه، وما شاء الله في النهاية صار من أهل الحديث والعلم فيقول أن الله سبحانه وتعالى رحمته سبقت غضبه. جيد، إذا أنت تعترف أن هناك غضب لله سبحانه وتعالى مطيب، بما أن الرحمة سبقت الغضب معناته أن الغضب موجود. السؤال متى يأتي هذا الغضب؟ متقلوش تقول ماكو غضب، حتى تعرفوا أنهم أهل كذب ودجل، يريدونك أن تنسلخ من دينك، يريدونك أن تخجل من دينك، حتى يتملكوا هم صكوك النار والجنة، وحتى يتملكوا هم صكوك التطور والتخلف. اللي ما يتبعهم متخلف، إذا مات واحد من ربعهم في الجنة على كيفهم، هم يريدون ذلك. وأرجع وعيدها للمرة المليون، يريدون تدمير حصونك حتى يتمكنوا من استغلالك، حتى يتمكنوا من قيادتك أنت، هذا هو المطلوب. فلذلك أول ما تسلم لهم بكلمة بعدها ستبدأ بالانقياد لهم دون أن تشعر، ومن بعد ذلك سيمارسون عليك تماما ما كانوا ينهونك عنه. وهذا يعطي إشارة واضحة على أن هذه المسألة في أصلها لا إشكال فيه، وهو أن هناك أحد في النار، وأن هناك أحد في الجنة، وأن هناك فاسد، وأن هناك جيد، هذه لا إشكال فيها نهائيا، لا إشكال فيها. لكن هم مشكلتهم أنها لا توافق أهواءهم، فلذلك في البداية يهاجمون أصل المسألة، وبعد أن تنهدم عندك يمارسونها عليك، فيجعلون من يحبون من أهل الجنة، ويجعلون من يبغضون من أهل النار، ويجعلونك مشوشا لا تعرف أين الحق.